أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يصلي في المساجد التي بنيت بمال حرام أو مال فيه ربا؟ إيش أدراك أنها مبنية بمال حرام؟ إذا تيقنت أنها مبنية بمال حرام فلا يجوز الصلاة فيها، وأما إذا لم تعلم فالأصل الحل والحمد لله، ولا تفتش ولا تنقب عن هذه الأمور. نعم، إذا وجدت مسجدا مبنيا والناس يصلون فيه فصل فيه، إلا أن يكون فيه قبر فلا تصلي فيه. نعم.